مشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية. وسنقرأ وإياكم أيضا في ختام هذه الجولة بعض العناوين ضمن الصحافة الإلكترونية، لكن دعونا نبدأ جولتنا الآن باستعراض العناوين التي سنعرف تفاصيلها خلال هذه الجولة. أبدأ من الصحافة الأجنبية وتحديدا من صحيفة الغارديان. الصحيفة عنونت اليوم: بلينكين يتعهد بتعامل بلاده مع الوضع الإنساني الخطير في غزة. أما الصحيفة البريطانية الأخرى فهي إندبندنت، اخترنا منها هذا اليوم: داخلية بريطانيا تعلن عن إصلاح شامل لنظام الهجرة في المملكة المتحدة. فيما موقع ميدل إيست مونيتور فكتب هذا الصباح: الإمارات تعلن استعدادها لتسهيل جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. أما آخر ما لدينا في الصحافة الأجنبية فهذا العنوان الذي اخترناه من موقع ميدل إيست آي. الموقع كتب: وثيقة رئاسية تونسية سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لخطة الدكتاتورية الدستورية. أما في صحفنا العربية فاخترنا لكم هذا اليوم بداية هذا العنوان من صحيفة القدس العربي، والصحيفة التي ركزت على تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على مدينة القدس، وكتبت: المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى، الأردن والسلطة يدينان، وأمير قطر يستقبل وفدا برئاسة هنية. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت هذا اليوم وكتبت: توجه دولي لإبراز دور رام الله في إعمار غزة. فيما صحيفة اللواء اللبنانية فعنونت اليوم: بلينكين يشكك بمفاوضات إيران. من الصحافة العبرية آخر ما سيكون معنا ضمن الصحافة المكتوبة، اخترنا هذا العنوان من موقع والله: حرب غزة كشفت عن ثغرات استخبارية. ثم بعد ذلك سننتقل وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه هذا اليوم من موقع عربي 21 جاء تحت عنوان: فلسطين الأبية في مواجهة غطرسة الصهاينة ونكبة الأنظمة العربية، وكتبه الدكتور جمال نصار الذي سيلتحق بنا أيضا في إطار هذه الجولة. ثم بعد ذلك مشاهدينا سنتوجه إلى محطات الصحافة أو ضمن محطات الصحافة المتعددة، سنصحبكم في قراءة سريعة لعناوين بعض المواقع الإلكترونية. سنقرأ في الجزيرة نت، وسنقرأ في الخليج الجديد، وسنقرأ كذلك العناوين الرئيسية في موقع عربي 21، سنختم بقراءة العناوين الرئيسية أيضا في موقع بي بي سي عربي. لكن الآن دعونا نبدأ وإياكم بمعرفة التفاصيل التي جاءت تحت هذه العناوين. أبدأ من الصحافة البريطانية، معي من لندن الصحفي إبراهيم درويش ينضم إلينا عبر سكايب. دكتور بداية أهلا بك معنا. أبدأ من صحيفة الغارديان دكتور إبراهيم، التي عنونت اليوم وكتبت: بلينكين يتعهد بأن الولايات المتحدة ستتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة. الآن أمريكا كيف ستساهم أساسا في عملية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر؟ هذه تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي سيصل غدا إلى المنطقة بعد طول أمد. يعني كان على الولايات المتحدة أن ترسل بلينكين في عز الأزمة، لكنها اكتفت في أثناء الحرب التي استمرت 11 يوما بإرسال مسؤول يعني في وزارة أو نائب مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمر إلى المنطقة، وكان عليها أن ترسل مسؤولا كبيرا له يعني سلطة صلاحية، لأنه هادي عمر لم تعطيه الحكومة الأمريكية السلطة الكافية لكي يتحرك بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والعمل على وقف الحرب التي أدت إلى الدمار الذي شاهدناه والمقتل الأبرياء في مدينة غزة. بلينكين تحدث في مع قنوات أو برامج الأحد اللي هو هي برامج معروفة يظهر بها السياسات الأمريكيين وأصحاب القرار المهمين، قال إن أمريكا ستعمل على إعادة إعمار غزة وكذلك مواجهة الأزمة الإنسانية. الآن غزة تواجه أزمة إنسانية نظرا
بسبب استهداف الحكومة الإسرائيل أو الطيران الإسرائيلي للبنى التحتية. شاهدنا الأبراج وهي يعني تتناثر مثل البسكويت، وكذلك أيضا عدد كبير من الذين هربوا من بيوتهم، وأيضا استهداف البنية التحتية الصحية التي عانت كثيرا وتعاني أيضا من مشاكل تتعلق بانتشار فيروس كورونا في المنطقة. ولذلك هناك حاجة عملية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية. طبعا بلينكين يعني هو يردد ما قاله الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، قال أن أمريكا ستعمل على إعادة إعمار غزة، لكن يعني لاحظنا في الأيام الماضية حديث في الصحافة الأمريكية كيف ستتعامل أو كيف ستساهم أمريكا في إعمار غزة، وليست لها لديها علاقات مع حركة حماس التي تدير المنطقة. بلينكين يعني في زيارته يعني يوم غد سيلتقي مع كل الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية، لكنه لن يتحدث ولن يزور غزة نظرا لأنه الولايات المتحدة تعتبر حركة حماس حركة إرهابية. ولذلك يعني هناك الكثير من الحديث حول الدور الأمريكي وعملية إعادة كيف ستساهم أمريكا في رفع المأساة الإنسانية الدائمة منذ 14 عاما. معالجة الأزمة الإنسانية بدون التعامل مع حماس على حسب التوجه الأمريكي دكتور إبراهيم، الجارديان هل حاولت أن تجد تفسيرا لهذه النقطة أو استشرافا لقادم الأيام فيما يتعلق بها؟ الصحيفة ركزت على هذه النقطة، أشارت أنه بلينكين يعني لن أو يعني حديث بعض المعلقين الأمريكيين قال أنه حماس هي التي تدير المنطقة، ولذلك يعني لا يوجد هناك أي يعني وضوح في الموقف الأمريكي من ناحية التعامل معها وكيف ستعيد عملية الإعمار. يبدو أن أمريكا تعول يعني حسب الصحيفة أشارت إلى أنه بلينكين تحدث قال أن أمريكا لديها طرق أخرى للمساهمة من خلال التعامل مع جهات مستقلة وجماعات يعني لديها صلاحية في المنطقة، ويبدو أنه أمريكا يعني ستحاول أن تعويل على الدول العربية ذات العلاقة مع القطاع مثل مصر، رغم أن تعامل مصر مع القطاع هو تعامل أمني، وكذلك أيضا تعبئة بعض الدول الغنية من أجل المساهمة في عملية الإعمار. دكتور دعنا نترك صحيفة الجارديان ونتحول أيضا إلى عنوان آخر ضمن الصحافة البريطانية، وهذه المرة من صحيفة إندبندنت، الصحيفة التي عنونت اليوم وكتبت: داخلية بريطانيا تعلن عن إصلاح شامل لنظام الهجرة في المملكة المتحدة. هل ستحل خطة وزيرة الداخلية أزمة الهجرة في بريطانيا، أم أنها ربما تكون من جانب آخر دكتور ذريعة لترحيل طالبي اللجوء أساسا؟ هذا هو جانب يعني مهم في نقد يعني المعارضين لخطة بريتي باتي التي ستعلن عنها اليوم في خطاب مهم، وهي يعني إعادة كما ترى إعادة تأهيل وإعادة إصلاح النظام الهجرة، وكذلك أيضا الدخول والخروج إلى بريطانيا وجعله نظاما رقميا حيث سيتم تسجيل الداخلين والخارجين، وكذلك الطلب من الذين القادمين إلى بريطانيا لتعبئة طلبات إضافية، وهو على غرار النظام المعمول به في أمريكا، نظام رقمي يتم من خلاله التعامل مع الذين يدخلون ويخرجون إلى بريطانيا. لكن النقاد يقولون أن هذه يعني صورة أو إطار لترحيل طالبين اللجوء السياسي، هي لأنه بريتي باتي تقول أن أي قادم بدون تأشيرة أو بدون يعني طلب سفر يعني سفر مختص او يعني ذا صلاحيه للدخول سيتم التعامل معه بسرعه ويتم اعادته او ادخاله الى بريطانيا، لكن النقاد يقولون ان هذه وسيله اخرى لترحيل طالب اللجوء السياسي الى الدول الاوروبيه التي جاءت منها، وطبعا هذا سيؤثر على علاقه او موقف الدول الاوروبيه التي لن تتعامل مع هذا الموضوع. الامم المتحده ايضا انتقدت الاصلاحات في النظام الهجره، ويعني هي بريتي باتي شخصيه ذات طبع انقسامي ولا يعني لديها مؤيد، وكذلك لديها المعارضين وهم كثر، لانها يعني تتعامل بشده وبحزم مع موضوع الهجره، وكذلك انه اقترحت قبل اي فتره او يعني في بدايه العام الحالي الى يعني ترحيل وضع المهاجرين في منطقه اخرى
ذات في جزيرة نائية وبعيدة عن بريطانيا، لكن الخطة تظل يعني خطة ذات كما أشرت ذات مثيرة للجدل. دكتور، موضوع طالبي اللجوء يبدو أنه يؤرق في الفترة الأخيرة الحكومة البريطانية. اليوم احنا نتحدث عن خطة إصلاح شامل، قبل فترة كنا نتحدث أيضا عن مسألة الكشف من قبل الصحفيين عن وضع الطالبي اللجوء في ثكنة عسكرية. إلى أي مدى من الممكن فعلا أن إيجاد حل من قبل الحكومة هذه المرة؟ يعني إلا هذه الخطة تعتبر راديكالية بالنسبة لوزيرة الداخلية وحكومة بوريس جونسون، لكن هل ستطبق وسيتم القبول بها؟ ولأنها تحتاج إلى تعاون من الأمم المتحدة وكذلك تعاون الدول الأوروبية مع هذه الخطة. هي خطة يعني تعمل على الحد من قدوم اللاجئين أو المهاجرين، وهي أيضا ستطال إعادة ترتيب وتأهيل عدد من العاملين في أوروبا من أبناء الاتحاد الأوروبي وتسوية بينهم، هنا عددهم بالملايين. وهذه طبعا حسب بريتي بيتل تقول أنه الخطة يعني سترصد الذين يدخلون بريطانيا وعددهم 30 مليون نسمة في كل 30 مليون شخص في العام، ويعني تعطي صورة عن دقيقة عن عدد الذين يدخلون ويخرجون بريطانيا، بخلاف النظام الذي تقول السابق الذي تقول أنه كان منهارا ومدمرا وغير كاف لكي يعني يحد من الهجرة. تعرف أيضا أن موضوع الهجرة هو موضوع مهم في تستخدمه الحكومات وكذلك الأحزاب المتطرفة ضد التي يعني تعارض المهاجرين. لاحظنا ما حدث الآن في بين المغرب وإسبانيا عندما سمح لعدد كبير من المهاجرين الدخول إلى منطقة سبتة ومليلة، وأدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين. وكذلك أيضا هناك أعداد يموتون بالمئات في البحر المتوسط في محاولتهم للدخول الجنوب الأوروبي خاصة من إيطاليا. نذهب الآن معك دكتور إبراهيم إلى عنوان أيضا جديد ضمن الصحافة البريطانية، وهذه المرة من موقع ميدل إيست مونيتور الذي عنوان: الإمارات تقول إنها مستعدة لتسهيل جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ما هي هذه الجهود التي ستبذلها الإمارات العربية المتحدة؟ يعني حسب التصريحات هي ولي العهد في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في مكالمة له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، قال أنه الإمارات مستعدة لأن تساهم في يعني إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن طبعا الدول التي تطبعت مع العلاقات مع إسرائيل خاصة الإمارات، لأنه كانت الإمارات أول دولة أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة إلى الدول التي لحقتها مثل البحرين والمغرب والسودان، لم تظهر أي يعني نفوذ في الملف الأخير، يعني لم تكن قادرة على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، رغم أنها قالت يعني عندما الإمارات كانت واضحة عندما قالت أنها يعني ستقوم بعمل تطبيع مع إسرائيل من أجل خدمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيل. لكن يبدو أن يعني دور هذه الدول التي طبعت كان غائبا، مما أدى إلى كثير من الانتقادات وحتى سخرية لمن كتاب وصحفيين في بريطانيا وأمريكا، قالوا أنه هذه الاتفاقية التطبيع لا تساوي الحبر الذي كتبت عليه الذي كتبت به، لأنها لم تكن يعني حاضرة. ولم يستجب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعوات، إن كانت هناك دعوات من الإمارات وغيرها لوقف عدوانه على غزة، بل كانت يعني الأمريكا هي يعني التي يبدو أنها أثرت في النهاية، رغم أنه يعني كان ظل مصمم حتى يعني اليوم الأخير بأنه سيواصل العملية ضد غزة، وأنه يعني كما ادعى يعني أعاد حركة حماس إلى عقد سابق، وأنها لن تقوى على استعادة قوتها إلا بعد عقد، وأنه وجه لها ضربة يعني قاسمة. طبعا هذه تصريحات فيها الكثير من المبالغة، لأنه يعني كما لاحظت أنه يعني المعركة التي تم الأخيرة أدت إلى نتائج مختلفة عما يتحدث عنه نتنياهو. لذلك يعني هناك سؤال حول ما يمكن أن تقوم به دولة الإمارات وغيرها من تأثير ولعب دور في العملية السلمية، حتى مصر التي يعني راعت
وكان لها دور في عمليه اطلاق وقف اطلاق النار مع بين حماس واسرائيل. دورها لا يتعدى الدور الامني، يعني علاقه يعني مصر يعني ظلت تتعامل مع قطاع غزه من الناحيه الامنيه وما يؤثر عليها منه او يعني ما ياتي منه، ولذلك يعني كانت هي الدوله التي ساهمت الى جانب اسرائيل في ابقاء الحصار مشددا على القطاع ولمده 14 عاما. نتحول الآن إلى ميدل إيست آي، والموقع هو بعنوانه هذا آخر ما لدينا. ضمن الصحافة البريطانية كتب الموقع: وثيقة رئاسية نسية سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لخطة الدكتاتورية الدستورية بين قوسين. ما هي خطة قيس سعيد لتجميع كل السلطات في يده، خاصة وأن الحرب السياسية في الفترة الأخيرة في تونس كانت حرب صلاحيات واضحة بين سعيد والمشيشي؟ يعني نعرف انه قيس سعيد كان لديه معركه مع رئيس الوزراء المشيشي، وكذلك ايضا له مواقف ومع يعني معرقله لعمل البرلمان التونسي. الوثيقه التي تحدث عنها الموقع وكتبها يعني مدير الموقع او مدير تحرير الموقع ديفيد هيرس و يعني صحفي اخر، قال انهم حصلوا على وثيقه يعني مسربه من رئيسة مكتب القيس سعيد وتعطي صوره عن انقلاب هادئ، يعني يؤدي يعني يذكرنا يعني محمد علي عندما جمع الممالك في قلعه القاهره ويعني على عشاء وقتلهم، لكن قيس سعيد كان يريد ان يجمع رئيس الوزراء التونسي والشيخ راشد غنوش رئيس البرلمان وغيره من المسؤولين في القصر الرئاسي ويعلن عن يعني عن يعني تسلمي كل زمام السلطة ويسجنهم بدل من أن يقطع رؤوسهم كما فعل محمد علي. أشارت قال الصحيفة أنه السعيد كانت لديه خطة أيضا لإعادة الوزراء وكذلك منع أي وزير مطلوب من المحكمة من مغادرة البلاد إلا رئيس الوزراء الذي يعني حسب الموقع قال عن السبب الذي يعني جعل سعيد لا يعزله بانه يريد تحييده ويريد ان يعني يكون يريد ان يكون تحت نظره. طبعا هذه الوثيقه يعني نشرتها الصحيفه نشر الموقع بالعربي واشارت ايضا الى الخطه ايضا والى ما اسمه الموقع دكتاتوريه دستوريه، يعني بحيث يتولى قيس سعيد كل الامور في 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 البلاد ويقرر ما يريد، وهو ما اعتبر موقع انقلاب يعني هادئ على السلطه التي نتجت عن ثوره ويعني عن انقلاب عن ثوره ادت الى التخلص من نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي. المشكلة أن هذه الحرب تأخذ الوضع السياسي نحو مزيد من التدهور هنالك بين السلطات الثلاث في تونس. شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم درويش الزميل الصحفي، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن. شكرا لك على كل هذه المعلومات. دعونا الآن مشاهدينا نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار الدولية ثم نعود. في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: شرخ بدعم ديمقراطيين لإسرائيل في تحد للحرس القديم. نقاش غير مسبوق حول سياسة أمريكا تجاه إسرائيل. رأى كاتب بصحيفة الجارديان البريطانية أن الحرس القديم في الحزب الديمقراطي الأمريكي بات يواجه تحديا مع صعود تيارات من الجيل الجديد تتحدى الموقف التقليدي الداعم لإسرائيل، وتحت عنوان القصف الدموي لغزة يضع بايدن على خلاف مع التقدميين في انقسام بين أجيال. كتب ديفيد سميث أن شروخا حدثت بالدعم الديمقراطي لإسرائيل حيث يواجه الحرس القديم في الحزب تحديا، ويقول الكاتب إن القصف الإسرائيلي على غزة كشف عن انقسام جيلي وسياسي في الحزب لا يمكن إصلاحه بسهولة. نشرت صحيفة بوبليكو الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني الذي فتح نقاشات غير مسبوقة بواشنطن، وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الحرب في غزة أثارت تساؤلات حول سلوك واشنطن تجاه إسرائيل إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة حجم التغيرات. وبيّنت الصحيفة أنه يمكن القول أن الخطوط العريضة لاتفاقيات أبراهام التي أكدت ضم الضفة الغربية
تحتضر، ولذلك كانت فترة الحرب الأخيرة كافية لإثبات أن أعظم إنجازات الرئيس ترامب في السياسة الخارجية لم تصمد بتاتا. الآن مشاهدينا نذهب وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال، ومقال اليوم الذي اخترناه من موقع عربي 21 تحت عنوان فلسطين الأبية في مواجهة غطرسة الصهاينة ونكبة الأنظمة العربية، وكتب هذا المقال الدكتور جمال نصار الأكاديمي المصري وأستاذ الفلسفة والأخلاق في جامعة صباح الدين زعيم، والذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. دكتور جمال، بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم سيد المشاهدين. دكتور، دعني أبدأ معك بالحديث حول ما جرى أساسا في قطاع غزة وفي مدينة القدس، كيف تقيمونه بعد انقشاع غبار المعركة قبيل يومين؟ في الحقيقة ما قام به أهل القدس والمقدسيون هو إشارة مهمة في الحفاظ على المقدسات الإسلامية، وهذا الدور كان يجب أن يقوم به كل المسلمين في كل أنحاء العالم، ولكن قدر الإخوة الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص أنهم يقومون بهذا العمل البطولي في مواجهة الغطرسة الصهيونية. طبعا المسألة كما ذكرت في بداية المقال أنه تم محاولة عديدة من قبل الصهاينة في اقتحام المسجد الأقصى، وكان هذا في بداية شهر رمضان، وازدادت المسألة أكثر وأكثر حينما اقتربنا من العشر الأواخر، وكانوا يريدون أن يدخلوا بعض المستوطنين المتطرفين داخل المسجد الأقصى، فتعرض لهم الشباب البطولي في مواجهتهم ومنعوهم من الدخول، وحدث ما يعلمه العالم، وتواكب هذا مع ذكرى 73 لنكبة فلسطين الذي وافقت يوم السبت 15 من شهر ماي الذي نحن فيه الآن، وشهدنا عنصرية وإجرام للكيان الصهيوني في التعامل مع الأحداث، وانتقلت بعد ذلك المسألة إلى أماكن أخرى بعد أن هددت المقاومة الفلسطينية في غزة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. نعم. فيما يتعلق بقطاع غزة والعملية العسكرية، أيضا المقال حضرتكم دكتور جمال ركز على مسألة أن غزة رمز العزة كما وصفها المقال، وأنها فخر ليس فقط لفلسطين وإنما لكل المسلمين. لماذا تم التركيز يعني على هذه الفكرة وما هي أبعادها أيضا؟ الحقيقة غزة خاضت ما يقرب من 4 حروب ضد الكيان الصهيوني، وهذا قدرها، كما قلت هي حائط الصد الوحيد الآن في مواجهة الكيان الصهيوني، وشبابها ورجالها ونساؤها حتى الأطفال قاموا بأدوار في غاية الأهمية، وهذه الأدوار أعادت الحقيقة القضية الفلسطينية وهي القضية المحورية إلى القلب مرة أخرى من اهتمام العالم وخصوصا العالم العربي والإسلامي، وقامت حركات المقاومة وفي القلب منها حركة المقاومة الإسلامية حماس بالدور الأكبر في تلقين العدو الصهيوني الدروس القاسية، وكبدته الخسائر الفادحة على عدة مستويات، على الرغم من كم الهدم الذي مارسه الصهاينة وكم القتل الذي تعدى ما يقرب من 250 من أبطالي وشبابي ونسائي وأطفالي غزة. ما يقومون به مرة أخرى أنها بطولة يشهد لها العالم، فعلى الرغم من أن العديد من الجيوش العربية لم تستطع ولم تصمد للأسف
أمام هذا الكيان، بل تدعمه من خلال موجات التطبيع الذي تتم هنا وهناك، إلا أن المقاومة قامت بالدور المهم والأساسي مواجهة هذا العدوان. دكتور، في هذا التوقيت وبعدما انتهت المعركة، هل ترون من واجبات شعبية لنصرة القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك؟ بطبيعة الحال أؤكد مرة أخرى أنه ما حدث في المسجد الأقصى وغزة تحديدا وباقي المناطق الفلسطينية، أقول أنه قد أيقظ في الشعوب العربية والإسلامية الأبية النخوة تجاه هذا الإجرام المتواصل ضد الشعب الفلسطيني. فشاهدنا العديد من المظاهرات هنا وهناك وتندد بممارسات العدوان الإسرائيلي. أقول من ثم يجب على الشعوب مواصلة غضبتها لما يحدث في فلسطين، وخصوصا بعد عودة مرة أخرى الجنود في انتهاك حرمات المسجد الأقصى. من أهم هذه الواجبات هو أنه يجب أن نحيي القضية الفلسطينية مرة أخرى في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا بكل الوسائل المختلفة، وأيضا أن نعرف أبنائنا ونتعرف أيضا نحن على طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، وأن هذا الاحتلال هو مغتصب لأرض فلسطينية عربية إسلامية، وأن كل من يدعي أن الفلسطينيين معوا أرضهم لابد أن نفضح هؤلاء، لأن قضية الأقصى والقدس لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيضا من المهم أن يتم الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف أكثر جدية وتأثيرا على المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان ودعم فلسطين. نعم. نضاف ذلك أيضا مطالبة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وسحب اعترافها باتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هناك العديد من المسائل الأخرى، وهي كل واحد وكل إنسان من الممكن أن ينقل هذه الجرائم وهذه الوحشية من خلال الصورة والفيديو والخبر باللغات المختلفة عبر وسائل التواصل المختلفة، وأيضا مراسلة الأمم المتحدة من خلال الإيميلات ووزراء الخارجية في دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان لما يقوم به الكيان الصهيوني من إجرام ضد الفلسطينيين. أيضا الكشف بالتفصيل للرأي العام عن حقيقة اتفاقيات العار مع إسرائيل والمطالبة بإلغائها وسحب الاعتراف بها وسحب السفراء منها وقطع العلاقات. وفي تقديري أن أهم جزئية في هذا السياق وهي متاحة لكل إنسان، وهي المقاطعة الاقتصادية لكل المنتجات الإسرائيلية، وكل من يدعم الكيان الصهيوني فيما يقوم به، وعلى رأس هؤلاء بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الغربية التي تدعم هذا الكيان، لابد من مقاطعة منتجاته. أيضا مسألة التبرع بالمال للمؤسسات والهيئات والنقابات المعنية والجمعيات الخيرية المعنية بهذا السياق لدعم الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم وشردت كل هذه الأعداد الكبيرة خارج ديارهم، وأيضا لشراء الدواء ولإقامة المستشفيات التي قام بهدمها هذا الكيان المغتصب للأرض الفلسطينية. أيضا لابد من فضح كل أنواع التطبيع الذي تقوم به بعض الدول، والأسف على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها، سواء البحرين أو غيرها من الدول التي طبعت أخيرا مع الكيان الصهيوني. كل هذه الأدوار مهمة وهي بسيطة وهي سهلة، وهي الحد الأدنى الذي يجب أن يقوم به أي عربي ومسلم أو أي حر يريد أن يقف مع الحق وحق الفلسطينيين في دولتهم المحتلة من قبل الكيان الصهيوني. دكتور، قلتم في المقال أيضا إن ما جرى أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى المبارك. باختصار لو سمحت، كيف يمكن استثمار هذه العودة؟ بطبيعة الحال في الفترة الأخيرة ظهرت على السطح بخصوص قضايا إعلامية أخفت بعض الوقت الاهتمام بالقضية الفلسطينية،
فما حدث من المقدسيين تحديدا ومن أهل حي الشيخ جراح أبرز مرة أخرى القضية الفلسطينية على الساحة، ومن ثم وجب أن يتم الضغط على الحكومات من جانب للاهتمام بهذه القضية وإرجاع الحق إلى أهله مرة أخرى. وأيضا أدعو إلى أن تكون هناك حالة انسجام وحالة وحدة بين كل الفصائل الفلسطينية من أجل مواجهة هذا العدوان الغاشم على فلسطين المحتلة التي هي في الأساس أرض عربية فلسطينية إسلامية. أشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر سكايب دكتور جمال نصار، الأكاديمي المصري وأستاذ الفلسفة والأخلاق بجامعة صباح الدين زعيم التركية. شكرا جزيلا لك دكتور جمال. دعونا مشاهدينا الآن نتوقف وإياكم عند هذا الفاصل ثم نعود. من جديد مشاهدين أهلا بكم، ونستكمل وإياكم الآن جولة الصحافة ضمن الصحافة العربية تحديدا. اخترنا طبعا عددا من العناوين سنعرف تفاصيلها الآن من خلال استضافة ضيفنا هنا في الاستديو الزميل الصحفي علاء زيدان. علاء أهلا بك معنا، ولدينا عدد من العناوين. نبدأ فيما يتعلق بالعناوين الأهم اليوم وهي المرتبطة طبعا بتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. صحيفة القدس العربي عنونت وكتبت: المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى، الأردن والسلطة يدينان، وأمير قطر يستقبل وفدا برئاسة هنية. نعم، بعد نحو 20 يوم من توقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وإقفال باب المغاربة بوجوههم، عادوا مجددا لعملية الاقتحام. اليوم قبل قليل كان وصل العدد إلى 123 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صبيحة هذا اليوم. بالأمس كان هناك 3 أفواج دخلت إلى المسجد الأقصى. جماعات المعبد أو ما يسمى بالمعبد المتطرفين كان لهم دعوات مكثفة خلال الأيام الماضية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل السماح لهم بدخول المسجد الأقصى كعادتهم يعني في السابق. هذه الاستفزازات متواصلة على الرغم مما حصل من هذا العدوان على قطاع غزة والمواجهات العنيفة التي شهدتها القدس والأراضي المحتلة عام 48 بالإضافة إلى الضفة الغربية. نعم، كانت هنالك إدانة من قبل السلطة والأردن؟ السلطة الفلسطينية بالأمس كان لها مراسلات وقالوا أنه طالبوا الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الاستفزازات، بالإضافة إلى إدانة من جانب السلطات الأردنية قالوا أنه هذه الاستفزازات والانتهاكات تخرب أو تفشل جهود التهدئة الجارية والاتصالات التي تجري الآن لتهدئة الوضع بعد هذا العدوان الذي حصل على قطاع غزة. الصحيفة أيضا تحدثت عن مسألة استقبال أمير قطر. نعم، الشيخ تميم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالإضافة إلى وفد أيضا كان متواجدا معه. ما الذي نوقش في هذا الاجتماع؟ ما الذي رشح عنه إن كانت هنالك من معلومات؟ حاليا الحديث جميعه يدور عن ما بعد قرار اللي هو وقف إطلاق النار والتهدئة، الخطوات المقبلة. هناك حديث عن شكل الوضع السياسي، كيف سيكون في الأراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة، بالإضافة إلى خطوات التهدئة مع الاحتلال والشروط التي ستفرض. الجميع يتحدث ويريد هدنة طويلة الأمد، لكن تفاصيل هذه الهدنة طويلة الأمد والشروط التي ستفرض فيها هناك كثير من التفصيلات والأحاديث التي تدور عنها بشأن المعابر وطريقة دخول البضائع إلى غزة والأموال وما إلى ذلك، خاصة مسألة الإعمار. وربما يدخل فيها أيضا مسألة الحديث حول الميناء ربما أو المطار أو ما إلى ذلك مما يحتاجه أهالي قطاع غزة. وفي مسألة إعادة الإعمار أيضا، على صحيفة الشرق الأوسط اليوم كتبت: توجه دولي لإبراز دور رام الله في إعمار قطاع غزة. ما طبيعة هذا التوجه؟ نعم، هذه أحاديث أمريكية وبالإضافة إلى أحاديث لدى الاحتلال يطالبون بأن يحصر مسألة توجيه الأموال الخاصة بإعادة إعمار القطاع والمنازل المهدمة في غزة إلى السلطة الفلسطينية
باعتبارها كما يقولون الجهة الشرعية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية لتسليمها الأموال. الاحتلال يتحدث عن أن هذا المطلب وهذه الرغبة الإسرائيلية هي شرط من أجل السماح بإعادة الإعمار مرة أخرى، لكن هذه المسألة تحتاج إلى نقاشات طويلة، خصوصا في هذه الاتصالات الجارية حاليا. قبل أن أدخل الاستوديو كان هناك خبر عن زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، سيدور على عدة عواصم لمناقشة مثل هذه المسائل والتفصيلات الخاصة فيما بعد مسألة التهدئة ووقف إطلاق النار. بلينكين أيضا من المفترض أن يصل غدا بالمناسبة، نعم. سيجتمع بالجانب الإسرائيلي، سيجتمع بالجانب الفلسطيني ممثلا بالرئيس محمود عباس. تريد الولايات المتحدة إعادة إعمار قطاع غزة، ولكنها تريد تجاوز أيضا حركة حماس في قطاع غزة في مسألة إعادة الإعمار. نترك صحيفة الشرق الأوسط ونتحول إلى صحيفة اللواء التي كتبت: بلينكين وزير الخارجية الأمريكي يشكك بمفاوضات إيران، لماذا هذا التشكيك علاء؟ الولايات المتحدة تريد ضغط أكبر على إيران لتحقيق متطلباتها بشأن الملف النووي الإيراني ومسألة تخصيب اليورانيوم. ما زالت لغاية اللحظة لم يتوصل إلى اتفاق، المباحثات في فيينا مستمرة حتى اللحظة حديث بلينكين. كان هناك مقابله تصريحات لمسؤول أمريكي تحدث عن إمكانية واحتمالية التوصل إلى شيء بشأن رفع العقوبات كاملة عن إيران، لكن بشرط تحقيق متطلبات خاصة والتراجع عن بعض الخطوات التي اتخذتها إيران في المرحلة الماضية. أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي تحدث بالأمس عن إمكانية الانتهاء من العقوبات التي فرضت أو رفع العقوبات التي فرضت على إيران، وهذا مسألة غير يعني مستحيلة ممكنة في الفترة المقبلة بشرط استئناف المفاوضات الجارية في فيينا. ويبدو أنه يعني هي عملية شد وجد لغاية اللحظة، لكن المفاوضات مستمرة لم تنقطع. مفاوضات مستمرة، وربما أخذت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعض الضوء عنها، وقد ينشغل أيضا الإيرانيون ربما بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي يكون هنالك تأجيل أساسا ربما لهذه المفاوضات. هذا بالمناسبة ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دعونا مشاهدينا نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ثم نعود. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: إنكارينا فرس عربية أصيلة تملكها بولندا واختفت في السعودية. محرز يرفع علم فلسطين باحتفالات السيتي بلقب الدوري. مهاجم منبر الحرم المكي يدعي أنه المهدي المنتظر. تحاول بولندا التي يوجد بها بعض أجود سلالات الخيول العربية الأصيلة استعادة فرس اختفت بظروف غامضة في السعودية. وقد كان من المفترض أن تعود الفرس إنكارينا البالغة 4 سنوات في أغسطس الماضي من السعودية إلى مزرعة جانو بودلاسكي لخيول السباق ذات الشهرة العالمية في بولندا، وتم تأجير الفرس الفائزة بجوائز دولية في عام 2019 إلى مزرعة خيول سباق سعودية غير معروفة، لكن جهود استعادتها فشلت، والآن أصبحت الحكومة البولندية تتولى هذه المسألة. رفع النجم الدولي الجزائري رياض محرز علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري خلال احتفالاته مع رفاقه في مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان اللاعب الجزائري ضمن عدد من النجوم العرب والعالميين في عالم كرة القدم الذين وجهوا رسائل تضامن للشعب الفلسطيني بعد استهداف المصلين في المسجد الأقصى وسعي لطرد سكان حي الشيخ جراح والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة منذ 10 الأواخر من شهر رمضان. أفاد إعلام سعودي بأن التحقيقات الأولية في واقعة مهاجم الحرم المكي قبل أيام تشير إلى أن الجاني يدعي أنه المهدي المنتظر. وأوضحت صحيفة الوطن السعودية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة مواطن أربعيني، وأشارت إلى أنه جار التثبت من الأوضاع الصحية للجاني دون تفاصيل أكثر عن التحقيقات.
الآن إلى آخر ما لدينا في هذه المحطة من جولة الصحافة. الصحافة العبرية نقلنا هذا العنوان من موقع والله، يقول حرب غزة كشفت عن ثغرات استخبارية. ما هذه الثغرات؟ نعم، الكاتب المقال المحلل العسكري يتحدث عن لخص الثغرات الاستخبارية في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي مسألة الاستخبارات ومسألة الأحداث أو أهداف الحرب، بالإضافة إلى مسألة الإعلام. مسألة الاستخبارات، يقول أنه الاستخبارات الإسرائيلية فشلت في تحديد مكان الصواريخ والقدرات الصاروخية الموجودة لدى المقاومة في غزة، وبالتالي عمليات العدوان التي شنتها على قطاع غزة لم تحقق أهدافها بتوجيه ضربات مركزة تجاه هذه الأهداف الصاروخية أو القدرات الصاروخية الموجودة للمقاومة. مسألة الأهداف الحرب، هو تحدث عن أنه الأهداف العامة التي طرحت في الوسط الإسرائيلي للحرب هي لم تحقق. يعني هم تحدثوا عن مسألة الأنفاق، مسألة القدرات الصاروخية، مسألة الترسانة العسكرية والقيادات، وهذا ثبت أنه لم يتم يعني إحراز أي تقدم فيه سوى سواء بعض الاغتيالات أو بعض المواقع التي تم قصفها، واستمرت الصواريخ بالانطلاق حتى اللحظة الأخيرة من اتفاق التهدئة. المسألة الثالثة هي مسألة الإعلام، وقال أنه الحكومة الاحتلال أوكلت مسألة الإعلام للجيش، الجيش الإسرائيلي، وأخفق في تقديم الرواية للعالم. وكان هناك أيضا في خلال يعني أيام الحرب المراسل العسكري صحيفة هارتس انسحب من الإحاطة التي يقدمها الناطق باسم جيش الاحتلال بسبب ما قال أنها أكاذيب وخداع، وحتى في زمن الحرب هناك حد للأكاذيب والخداع، وهو ترك هذه الإحاطة. قال أنا منذ 15 عاما أغطي إحاطات الجيش، لم يسبق لي يعني أن رأيت أكاذيب وخداع مثل هذه المرة. فهو يتحدث هذه الثغرات كشفت فشل هذه الجولة من الحرب للاحتلال في قطاع غزة. وكنا أساسا خلال جولة الصحافة في الأيام السابقة كنا أيضا نتطرق إلى موضوعات تكتبها بعض القيادات العسكرية، خاصة من المتقاعدين في الجيش الإسرائيلي، يتحدثون فيها عن مثل هذه الأمور، وتحديدا حول مسألة الفشل الاستخباراتي داخل قطاع غزة وعدم معرفة الجانب الإسرائيلي ما تمتلكه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يعرف الجانب الإسرائيلي تحديدا إلى أين وصلت القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية. أشكرك جزيلا على زيدان زميل الصحفي على حضورك معنا في الاستديو. والآن مشاهدينا نتوقف عند آخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ثم نعود. دراسة تتحدث عن فيروس كورونا جديد مصدره الكلاب. كشفت دراسة حديثة عن رصد فيروس كورونا جديد يصيب الكلاب في عينة تم أخذها من طفل ماليزي كان قد شخص بإصابته بالتهاب رئوي في 2018. وكانت إذاعة NRB الأمريكية قد نقلت في وقت سابق أن العلماء في ماليزيا طوروا اختبارا واستخدموه لفحص 300 عينة تم جمعها بين 2017 و2018 من مرضى التهاب رئوي، وتبين أن 8 عينات من أصل 300 ثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا الجديد القادم من الكلاب، وكان معظم المرضى من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث التعرض المتكرر للحيوانات. 167 مليون إصابة بكورونا عالميا. وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى 167 مليون و113 ألف حالة منذ ظهور المرض في الصين نهاية 2019، ووصلت حالات الوفاة إلى 3,470,000 ألف حالة، فيما تعافى من المرض 148 مليون شخص حول العالم. والولايات المتحدة هي أكثر الدول بالوفيات بنحو 590 ألفا والإصابات نحو 33 مليون إصابة وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. وبين الدول الأكثر تضررا سجلت المجر أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان، بلغ 305 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها تشيكيا ب 280. والآن إلى آخر محطات جولة الصحافة لهذا اليوم، وقراءة سريعة في عناوين الصحافة الإلكترونية
نبدأ بقراءة أبرز العناوين على موقع الجزيرة نت. وول ستريت جورنال تكتب: التضامن بين الفلسطينيين يخلق تحديا جديدا لإسرائيل. أبلغت واشنطن أن الفرصة لن تدوم للأبد. طهران: سنعلن قرارنا اليوم بشأن تمديد الاتفاق النووي المؤقت. في مهرجان نظمه حزب العدالة والتنمية المغربي خالد مشعل: الجهاد حياة والمفاوضات سراب. السعودية: التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في البحر الأحمر. هذه العناوين من الجزيرة نت. الآن نذهب إلى موقع الخليج الجديد الذي عنون اليوم ضمن عناوينه الرئيسية وصفحته الأولى: تقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط، مزيد من التفاوت بين الخليج وجيرانه. حصاد سيف القدس، عودة قوية للدور المصري وانتكاسة كبرى لمعسكر التطبيع. في الخليج الجديد أيضا: تقرير استخباراتي أمريكي يؤكد تسرب كورونا من مختبر ووهان الصيني. وتونس: وثيقة سرية تكشف خطة سعيد للانقلاب على الغنوشي والمشيشي. أيضا في الخليج الجديد: بعد حارس الأسوار، معهد إسرائيلي يوصي بتقوية السلطة الفلسطينية على حساب حركة حماس. في الخليج الجديد ضمن العناوين الرئيسية أيضا: وزير الخارجية قطر يصل طرابلس ويلتقي دبيبة، والمنقوش تشيد بالدوحة. نترك الخليج الجديد ونتحول إلى موقع عربي 21، وفي عناوينه الرئيسية: دعوات لتحرك فوري إنقاذا لفلسطيني 48 من أعمال انتقامية. وحماس صرحت للموقع: المقاومة انتصرت وهذه رؤيتها للمستقبل. مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة كبيرة ومشددة. اعتقالات في القدس والضفة وحملة مسعورة بالداخل المحتل. مسؤولة أممية تدعو لربط غزة ببقية فلسطين. والأردن يدعو إلى هدنة طويلة في فلسطين تفضي لحل سياسي. فيما هآرتس تكتب: حماس تريد استمرار الانتفاضة، نتنياهو تحت الاختبار. نظام الأسد يسوق لانتخاباته في حلب من خلال رجال الدين. انفجار أيضا ضمن العناوين الموجودة على موقع عربي 21: انفجار بمنجم إيراني يضم مصنعا للمسيرات. ويتساءل موقع في عنوانه: ما علاقة إسرائيل؟ نترك عربي 21، نتحول إلى بي بي سي عربي: مصرع 14 بينهم 5 إسرائيليين في حادث سقوط تلفريك في إيطاليا. من المنتصر بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة؟ يتساءل الموقع. إطلاق نار على ناشطة في حركة حياة السود مهمة في لندن. وأيضا: كيف يجعلك الحنين إلى الماضي تعمل بشكل أفضل؟ يتساءل الموقع. وبتساؤله هذا نصل إلى ختام جولة الصحافة لهذا اليوم، ونشكركم مشاهدينا على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.